مرحبا، أنا علي عبد الستار، مخرج سينمائي وكاتب من البصرة. تحصيلي الدراسي بكالوريوس إخراج سينمائي من كلية الفنون الجميلة جامعة البصرة. كانت التجارب الأولى تجارب، يعني تجارب بالأفلام بالتليفون بالبداية، إلى أن دخلت كلية الفنون الجميلة قسم السينما والتلفزيون وبدينا بالتجارب الأولى. حاليا عندي يعني 3 أفلام سينمائية، وإن شاء الله القادم جايب يعني في طور الكتابة. فآخر كان عندي آخر فيلم آخر الوعود، هو كتابتي وإخراجي. فيلم آخر الوعود هو يتحدث عن قصة بالحرب العراقية الإيرانية بين جندي عراقي وجندي إيراني. سوي روحك ميت، سوي روحك ميت، لأن أريدك تساعدني. خليل وين بتوجه أبو خليل؟ اليوم تاني يرجع حتى الزوجة. شارك الفيلم في عدة مهرجانات دولية، شارك في بداية يعني في العرض الوطني الأول في مهرجان أور السينمائي الدولي بالناصرية، وبعدها بدأت المشاركات الدولية. شارك في مهرجان سينمانا بسلطنة عمان، وشارك في مهرجان الداخلية السينمائي الدولي وفاز بجائزة أفضل فيلم روائي، وشارك بمهرجان البحرين السينمائي، وبعد شارك بمهرجان القاهرة للفيلم القصير السينمائي الدولي وفاز بجائزة لجنة التحكيم الدولية، وحاليا مشاركته بمهرجان صفاقس السينمائي الدولي. استمرت فترة الإعداد عن فيلم آخر الوعود، كتابة القصة استمرت 1.5 سنة. استمرت أنا وأستاذي الدكتور بهاء الكاظمي اللي كان مشرف خطوة بخطوة وياي، وبعدها التنفيذ يعني استمر بأقل فترة 2 أسبوع عن الفيلم. كان فيلم قصير فيه كثير من الصعوبات، كثير من الأمور، يعني صورناه داخل حقل الألغام في شرامشة، وتعرضنا لكثير من المخاطر. متعة السينما إنه أنت تكون يقظ وتكون تكون مشتعل، إنه أنت داخل عالمك حتى تقدم الأكثر وتقدم الأفضل. عدة تجارب وعدة محطات مر بها الفيلم، وحقيقة أنا كنت أكون سعيد من أسمع ردود الفعل من الجمهور اللي يشوفون الفيلم داخل المهرجان، إنه أنت تكون سعيد من تتكلم بثقافة بلدك، من تتكلم بمنطقة معينة تتكلم عنها أنت، من رسالة تريد تقدمها، فيعني أكون سعيد جدا. رافقتني نخيل عراقي بتغطية أحداث يعني المشاركات للفيلم منذ البدايات الأولى وإلى الآن، حقيقة يعني من مشاركات الفيلم الأولى إلى الآن. كون نخيل عراقي هي مؤسسة ثقافية مهمة، يعني ترعى كل النشاطات الثقافية للشباب، ترعى كل النشاطات للأدباء وللفنانين، فأنا ممتن جدا لنخيل عراقي، وإن شاء الله يزيد إبداعها من إبداع إلى آخر.